الأخبار اللي هي اللي تم تداولها علشان عند كل الصحفيين عايزين يعملوا اللي هم كتبوا الخبر يتضمنوا ويشهدوا ان قلت هذا الكلام. طب ايه ماشي ليه بس يا سياده اللواء؟ جايين نحل مشكله ولا جايين نصعد مشاكل؟ يعني انت يعني بدل ما تعتذر، والله الاعلام بيصنع مشاكل، والله العظيم الاعلام بيصنع مشاكل. حلوا مشكله مصر، حلوا البطاله. هنقعد بتحويل الجنديه لسلعه يا سياده؟ محدش قال الجنديه دي. طيب الكلام ده غلط. طيب كل اللي بتقوله غلط. يعني زي ما انتفضت كده الاعلام ده غلط، زي ما انتفضت كده الاعلام ده لازم يتغير عن الصوره اللي هو فيها دي. لازم نشتغل لمصلحه مصر. لكن دي النائب انت عارف، لازم نشتغل لمصلحه مصر. انت عارف ان النائب اللي بيقترح لازم يعني النائب يعني اللي بيقترح الغاء استبدال الجنديه بفلوس. محدش قال استبدال الجنديه، بنقول محدش هياخد برايك. هتقول الاعلام غلط، الاعلام مش غلط. خلاص انتوا حرين. انا ليه انا ليه رايي وانتوا لكم رايكم، بس غلط. احنا عايزين نسمو بمصر، عايزين نرتفع، عايزين نحل مشاكل مصر. هتحلها بافكار من هذا النوع يا ساتر؟ سعادتك قول افكارك. هو انا انت اتضايقت ليه لما قلت لك الصحفيين اللي نشروا الاخبار مجتمعين على استعداد للادلاء بانك جايين هنا عشان نتكلم حلقه مفيده ولا جايين ده قال وده عمل؟ ما اللي انت بتقوله كده افكار تؤكد ان في مصيبه. قلنا ما في مصيبه عندي في مجلس النواب. الكلام ده غلط. مجلس النواب ناس محترمه، مجلس النواب فيه وزراء. طب اقعد انت مش في المجلس. مجلس النواب فيه كلها دكاتره، مجلس النواب كله ناس على مستوى عالي جدا، مفيش حد من الكلام ده بيتقال. ارجو ان الصحافه تغير نظرتها بالشكل ده. انما احنا جايين هنا عشان نحل مشكله ولا جايين هنا نقعد نصعب؟ احنا زملاء، انا ممكن اخطا وبنرضى اي حد. طب وماله، كلنا بنخطا. سيادتك لو التصريح ده المطلوب ان ما كنتش اقصد هذا الموضوع وخرج عن الموضوع انتهى. مش هعتذر لان ما غلطتش. طيب تليفون اخير. مش هعتذر. اعتذر على ايه؟ اعتذر حاجه ما غلطتش فيها. استاذه بتعه، انا بقول للناس المتخلفين. استاذه بتعه اتفضلي يا فندم. لا حاجه غريبه. بعدها الاستاذ هشام سرور اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. متشكرين جدا. اتفضلي بس احترم المشاهد بس يا سيدي. شكرا شكرا شكرا. اتفضلي يا استاذ بتعه. احنا جايين هنا نفيد الناس ولا جايين؟ خلاص باقي مداخلتين. احنا جايين هنا نفيد الناس. باقي مداخلتين. باقي مداخلتين. متشكرين جدا. احنا جايين نفيد الناس. اتفضلي يا استاذه بتعه. جايين نفيد الناس ولا جايين؟ السلام عليكم يا استاذ وائل. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم.